عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات إدبارة رمضان. اليوم كيف العادة إن شاء الله باش نبرتاجي معكم إدبارة كاملة الشقة الفترة متاع اليوم. سيئة شربة اللي كليتها على مدة 3 أيام وفات، اليوم باش نطيب شربة. عملت شربة الشعير بالقرنيط الشايح، وعملت كمية دوبل هكيكة باش تاع نهارين وإلا 3. حطيت شوية قرنيط شايح بتبيعة بعد ما نفخته في الماء بالباهي، رص بصل كبير، 2 مغارف طماطم، حطيت 5 بين 5 و6 مغارف شعير، شربة شعير، حفنة باهية متاع كلافس. بالنسبة ملح ما حطيتش خاطر القرنيط ملح، حطيت شوية ماء شوية زيت. وبالنسبة للفحات فلفل أكحل وكركم وتابل وفلفل أحمر، خلط كل شيء مع بعضه نفس طريقة الشربة متاع شهر كامل. خلط كل شيء مع بعضه وشعلت الغاز وخليتهم مدة 4-5 دقائق هكيكة، حتى لين كل شيء خذا غلوة باهية مع بعض وخرجت الروايح. يعني هكا كما قاعدين نشوفوا مقعد لي كان باش نمرق، نصب كمية باهية متاع الماء، ما يطيب لي الشعير وما يطيب لي القرنيط، وتقعد من بعد القوام نتاعها باهية متاع شربة هكا. طنجرة هذه الكبيرة عبيتها الكل هكيكة باش يقعد هو يطيب على راحته. تعديت للطبق الرئيسي، أول حاجة عملتها باش نعمل افخاذ الدجاج مشويين. خليت افخاذ الدجاج، نظفتهم بالباهي، نحيت لهم الجلد. انا اخترت باش نحي لهم الجلد، النجم ونخليهم. ولهنا باش نشرحهم ناخذ لهنا، شوفوا نحي اكا الجهه هذيك نتاع المفصل، ومن بعد بسكينه ماضي على طول الفخذ نحل، نعمل حله باهي على طول الفخذ. ومن بعد نتبع العظم، نجي بجنب العظم ونحي الحم اللي لاصق في العظم. شفتوا هاوك، نحط السكينه بجنب العظم ونحل، وما نوصلش للاخر باش يقعد شاد بعضه. كيف كيف المفصل حليته، وتوا نرجع لك الجهات هذيكم اللي تكون خشينه ان نحلهم نشرحهم باش هكاك يدخل فيهم النفاح وزيد يتشرحوا بالباهي باش يطيبوا بالباهي. ما نخليهمش خشين جهه تطيب وجهه ما تطيبش، نحلهم الكل بنفس الخشن. وهكا نتحصل على فخذ مشرح. شرحت الكمية اللي عندي الكل بنفس الطريقة، عملت 3 فخذات هاكا شفتوا، نحل على الاخر ومن بعد نتبع العظم. فوحتهم، حطيت ملح، وعندي افيح مخلط متاع الدجاج عملته معكم قبل في فيديو تفويح الدجاج، فيه تابل وكركم وفلفل اكحل وكليل وزعتر وشوية كمون وفلفل اكحل وثوم بودر. فوحت بهم الدجاج بالبهي، حاولت باش نوصل، حطيت كميه باهيه نتاع فيح باش يوصل الفيح للفخذ الكل. ولهنا انا مازال بكري بالعاني، ففوحتهم على بكري باش نخليهم يشربوا الفيحه على راحتهم. واخر وقت قبل 24 ساعة 20 دقيقة من شقا الفطر نجبدهم ونطيبهم. لهنا غطيتهم وحطيتهم في الفريجيدير. مع الدجاج هذيك قلت نعمل شويه حاجه معناها تعديه، قلت عندي كعبيت مرقيس، قلت انا نعملهم عجن بالمرقيس. جبت الطاجين المغربي هذايا باش نطيب فيه ونقدم فيه العجة، حطيت شويه زيت، كعبيت مرقيس قسيتهم هكيكه تريفات صغار، حليت مغرفه طماطم معجونه في شويه ماء، معاها 3 فصوص ثوم كبار وحطيتهم يتقليو. بالنسبه للفاح حطيت فلفل احمر وفلفل اكحل وكركم، وحطيت كروية الحق، بنت العجه بالكروية. كي تبدا باش تطيبوا عجه كان عندكم كروية وحدها حطوا كروية وحدها، ما عندكش كروية وحدها حطي بالكروية. هكا خليت كل شيء يتقلى مع بعضه، زدت شويه فلفل ولهنا تفيت عليه خاطر مازال وقت، اخر وقت وقت اللي نحط الدجاج. رجعت للعجه وفقست فيها العظم، هذوما الافخاذ طيبتهم. الدجاج المشوي في المقله كان تحبوه يجيكم كيما شفتوه في اول الفيديو، يكون طايب بالكدا ومحمر، تبعوا الطريقه هذيا وتفكروني. ناخذ مقله نحط فيها شويه زيت، انا المقله هذيا عملتها سبيسيال للشويين، شويه زيت ونسخن المقله على نار عاليه، نسخنها بالكدا بالكدا بالكدا، ومن بعد نحط الدجاج. وراه لهنا مازلت على نار عاليه، شفتوا الدجاج كيفاش ماخذ هكا وجه من المقله هذيك، يلزم ياخذ من جهتين على نار عاليه، ومن بعد ننقص في الغاز على الاخر ونغطيه ونخليه يطيب سله سله. معناها من الاول نار عاليه ومن بعد ننقص في الغاز على الاخر ونخليه يطيب سله سله هكيك، كيما يطيب من برا كيما يطيب من داخل. قسيت سلطه، سلطه العاده، عندي افوكا وخس وطماطم وبصل وفقوس وشويه قطانيه، فوحتهم قارص وملح
ورشة ملح ورشة فلفل أكحل، وخلط كل شيء، وطماطم بتبيعها، وخليتهم يتسقطروا. آخر وقت لهني حقت الدجاج حاتيتو يتيب، ورجعت للعجة. أنا بما أني طيبتها في الفخار ما استحق، معناه ما صابتش فيها برشا ماء. كي بردت شدت روحها، رجعت عقدت، شعلت عليها الغاز، وزدت شوية، زدتها شوية ماء. هذا الدجاج هكا قاعد كل مرة نقلب فيه على جهة على نار هادية، هكا قاعد يتيب. حطيت شوية بطاطا قاعدة تيب كيف كيف في الاير فراير، قصيت شوية بصل وزيتون، وهذايا من هنا بخيسك شقة الفطر حذر. هذايا الدجاج سيء بعد ما طاب وهبط من المقلة، شفتوا كيفاش يجي محمر، يجي بنين سختو، وطايب كيما من داخل وكيما من برا. حطيت معهم دو ترونش قارس، ورشة بصل ومعدنوس، وهذايا الدجاج حاضر. حطيته في صحن، حطيته في صحن باش نقدم معاه البطاطا. شوفوا الدجاج ما شاء الله بالحق يجي بنين. تبعوا الطريقه دي، ديجا دي ما عملت بارتاجيتها معاكم قديش من مره الطريقه هذه نتاع الدجاج. هذه السلطه بعد ما تسقط رزتها كعبة زيتون وحطيتها في صحن، والعجه سي عاودت هزت غلوه، ما قعد لي كاين باش نفقس فيها كعبات العظم. نحب العظم، ما نحبش العظم مروب، على ذلك نفقس العظم تاعي على بكري، ومن بعد نحط الكعبات الاخرين اللي نحبهم مروبين. طيبتهم في الفخار، دونك حطيت العظم ودركت طفيت الغاز خاطر الفخار يشد النار. هذه شوربة الشعير بالقرنيط الشايح بعد ما طابت، وهذه العجه سي طابت، ما قعدت وقفت على زيتها، طابت بالباهي. قعد ناقص كاين رشه مكلب بصل وزيتون هذيك اللي حضرته، وهكا العجه نتاعنا تكون حاضره، وهكا يكون شقان فطري حضر. اللهم ادلها نعمه واحفظها من الزوال. هذه شوربه شعير بالقرنيط الشايح، عجه بالمرقيز، وعملت معاهم سلطه خضراء مشكله فيها برشا انواع نتاع خضره. وهذايا الدجاج المشوي ومعاه كعبه بطاطا. هكا كان شقان فطري لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكون حصلت الاضافه. وتو ما قعد لي كي نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي، وبسلامه.